ها واحد، السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم اشرف اسيم من قلب اونفير سونترال. حنا اليوم تنتواجدوا هنايا باش نسولوا بعض المواطنين العرب شنو هو الجنسيه اللي تختارها كزوجه من غير وحده بنت بلدك، اي وحده من الجنسيات اللي تختارها وكتشوفها قريبه منك. هذا السؤال طرحناه بعض العرب والاجابه غادي تشوفوها في هذا الريبورتاج هذا، وحتى نتوما خلوا التعليقات ديالكم باش نشوفوا اي واحد فيكم سواء كنتي جزائري ولا مغربي او لا تونسي او لا سوري ولا عراقي، خلونا التعليقات ديالكم ونشوفوا المراه اللي قريبه ليك من غير وحده من بلدك. السلام عليكم. لو خيروك تختار مراه من غير بلدك، يعني تتزوج مراه من غير بلدك اللي هو بلدك فلسطين، شنو تختار؟ اي دوله؟ مغربيه او عراقيه؟ ليش المغربيه؟ لان الاماراتيه انا يعني كنت في الامارات واعرف كيف يفكروا، فان يكونوا اقرب لنا للفلسطيني واللبناني حيكونوا المغرب او حيكونوا العراقيه. ليش تفضل المغربيه؟ شنو المميز في المغربيه؟ يعني من اجمل نساء العالم. مغربيه. طب شنو اللي يميز المغربيه عن باقي البلدان الثانيه؟ ما على باليش، بس عندي اصحاب كثير متجوزين مغربيات، يعني في طناش شويه، في ما فيش ستريس شوي. لا مش كده، مش هيك، بس في تفاهم شويه، في فكر متحضر شويه، في فري شويه كده، ما فيش متفتحه شويه. سؤال جميل. السؤال صراحه انا يعني اذا بدي اختار فبميل شوي للبنان، يعني جزء اختار لبنان، والخيار الثاني هو خلينا نقول يا المغرب العربي يا مصر، فأول خيار هو لبنان. طب ليش لبنان؟ صراحة كدولة قريبة على سوريا رح لاقي بعض العادات والتقاليد موجودة تقريبا عندهم، فما رح يكون في اختلاف كتير بفهم عقليات الآخر، ويعني رح يكون كتير في تفاصيل بيناتنا مفهومة، تفاصيل كثيرة يعني بحياة الزوجية. السلام عليكم. السؤال هو كالتالي، لو خيروك تتزوج من غير بلدك، من غير جنسية بلدك، شنو تختار؟ أي بلد؟ صراحة هم البلدان كلهم على راسي، بس ولكن اللي ببالي هم المغاربة. طب ليش المغربية؟ والله هي المغاربة ما شاء الله عليهم، نظافة، أخلاق، أناقة، بكل شيء ما شاء الله عليهم. السلام عليكم أختي. لو خيروك تزوجي من غير بلادك، شنو الجنسية اللي تختاري؟ تونسية. اختار تونسية من المهدية، نحبه ويحبني، لخاطر لقيت معاه راحتي، فهمتي، ونتفاهم معاه، وديولنا تا هما مزيان باش نمشي مزيان، يعني بالحق هو شي كيميزهم، يعني هما كيعرفوا حق النساء، يحترموا بزاف الحوايج، فهمتيني، هذا ما كان، والله يكمل بالخير ان شاء الله، وعلى الله تزوجنا انا وياه من تونسية ونحبه، والحبيب ديالي ربي يخليه. عندي لك واحد السؤال اللي هو، الا خيروك تزوج من غير الجنسيه ديال بلادك، شنو الجنسيه اللي تقدر تزوج بها؟ نقول لك لبنانيه. علاش؟ وعندك تزوجت مع مغربيه، تزوجت مع قوريه، ايوا صافي، بغينا شي دوله اخرى، ما كتبش ربي. بغيتي شي دوله اخرى؟ وي. اي والله يسهل عليك. السلام عليكم. عندي سؤال اللي هو، شنو البلد اللي تقدر تتزوج منه من غير جنسيه بلدك؟ الجزائر. ليه الجزائر؟ بنحس انه نفس عاداتنا وتقاليدنا والاشياء اللي كبرنا عليها وتربينا عليها وهيك اشياء. يعني الجزائر من ضمن المغرب العربي، يعني المغرب العربي عنده نفس العادات والتقاليد. المغرب العربي، بس انه بنحس انه هيك الجزائر يعني القلب بشد اكثر لهم. اوكي، لو خيروك تتزوج من غير جنسيه بلدك، شنو البلد اللي تختار؟ نختار المغرب. مغربيه. وعلاش؟ خاطرني البارح تزوجت مغربية. ألف مبروك. يبارك فيك ويخليك، عايشك، مرسي يا ربي. شكرا. حنان المغربية حارة وبنت ناس ونبغي مغربية. أخويا ديت لي عقلي. السلام عليكم. السلام. معنا السؤال اللي هو، لو خيروك تتزوج من غير جنسية بلدك، أي بلد تختار؟ أختار من سوريا. أنت من أي بلد في الأصل؟ أنا من فلسطين. طب ليش سوريا؟
العادات والتقاليد نفس الشيء، يعني قريبين من بعض، يعني سوريا وفلسطين لبنان، يعني عادات وتقاليد نفس الشيء. انت لسه مو متزوج؟ انا ما متزوج لا، بس ان شاء الله الله يبعث لنا بنت الحلال ونتزوج يا رب. ان شاء الله يا رب، كل الناس خير وبركه. شكرا لك.